في عدد جديد من برنامج سوفاشن. طاقم البرنامج يحط رحال بولاية وهران، وحيكون فيه تغطية على حفل لمسة. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من برنامج سوفاشن، البرنامج الوحيد اللي يجيب لكم مستجدات الموضه. وهذا الاختراع رانا في ولايه وهران، راح نديروا تغطيه على ايفينمون شويه سبيسيال واللي نتوما راح تحبوها. علاش؟ باسكو راح يكونوا فنانين وفنانات نتوما تحبوهم. تابعوا معنا. كما عودكم البرنامج كل مرة نورو لكم تحضيرات كيفاش كانت، وندخلوا وسط عارضية الأزياء باش نورو لكم كل الكواليس. تحضيرات الرجال كانت في احترافية، وين كانوا يعودوا في الكوريغرافي شحال من مرة باش يكونوا في المستوى المطلوب. التنظيم كان من طرف محمد رياض اللي حرص على نجاح هذا الحفل، والكوريغراف كادير خامس اللي كان عنده دور كبير في التحضير، خاصة بالنسبة للوحات باش يكون عرض مميز وفي المستوى. مسيو كادير، تقدر تقول لنا كيفاش كانوا التحضيرات ولي بريباراسيون مع لي مانكان، وكيفاش وريتهم لاكوريغراف؟ Bon, la chorégraphie est normalement simple par rapport parce qu'il y a deux styles, style traditionnel et style prêt-à-porter. Et même, il y a un lemsa parce que lemsa donne un chanteur avec les mannequins. Le chanteur va marcher avec eux, c'est pour dire. Il marche avec eux, il y a une certaine communication avec eux, voilà un show. كما نقدروا نقولوا اليوم تعبوا شويه لي مانكام صباح وما يديروا في لي ريبات. فوالا ريبات ميك اب هير، راك فاهم كيفاه باك ستيج. بون راه غادي تدخل غادي تشوف فريمون لو شو تاع الصح باك ستيج افون ما يكون لو شو في البوديوم. حنا ان شاء الله حندخلوا الباك ستيج ونشوفوا واش راح يكون. يعطيك الصحه، ميرسي بوكو. ميرسي مون فرير، اي مرحبا بكم. مشاهدينا الكرام كما راكم تشوفوا رانا في قاعة العرض، راح نخليكم تشوفوا التحضيرات ولي مانكان كيفاش وجدوا روحهم. تابعوا معنا. حتى النساء كانوا بحضور قوي وين حضروا روحهم بالمكياج وبقصات عصرية باش يكونوا واجدين لهذا العرض. اخيرا انا بريبارو في دي شينيون بوغ ان ديفيلي، ورانا مع لي مانكان، وكيما راك تشوف هنايا رانا ندير لهم دي زوندولي دي شينيون، وان شاء الله يكونوا ساتيسفات. راني مع لو كوليك تاعي ورانا معاهم. تقدر تقول لنا نشوفوا فيك مع لابريسيون؟ مرحبا بك خويا. رانا معاهم ديجا صافي 15 جور رانا بريبارو فيهم. كاين اللي دارت لي ماش، كاين اللي دار كيراتين، كاين اللي دارت بوتوكس، وصافا نورمالمون كانوا ساتيسفات كاع. كملنا لا كوافير تاعنا، باقي لنا دروك غير لي سياج وندخلوا ديريكتومون لو ماكياج لا اوت كوافير لي زونغل، ورانا نستنى في التور تاعي دروك بوغ لي ريبيتيسيون وشويه ستريسي ونقالوا نروحوا لي كوليس. ميرسي، يعطيك الصحه. الحضور بدا يلحق وقاعة العرض بدات تتعمر كما راكم تشوفوا. شوقي توازي، تقدر تقول لنا واش رايك في لو شو تاع اليوم اللي راح نشوفوه؟ مساء الخير عليكم. كما كنتوا تشوفوا اليوم رانا انفيتي في فاشن شو ولمسة. صافي بليزير في بلادنا يصراو دي زيفينمون كيما هكا، يعني عروض ازياء راهو يجمع بين مختلف الدول ماشي غير من الجزائر، جايين لي ستيليست من كاع لو موند. هاجر كوليكسيون كانت حاضرة في العرض وبينت الموهبة ديالها، وين شفنا إطلالات مميزة وين تناسب كامل فئات العمر.
في لا فاشن ديزاينر كانت حاضرة أيضا في العرض بكوليكسيون جديدة وعصرية. واستعملت فيها الريش بزاف اللي كان مستوحى من الكوليكسيون إيف سان لوران. محلات انزو كانوا حاضرين بإطلالات رجالية كلاسيكية في المستوى، واللي بين ان الرجل لازم له مثل هذه البدلات العصرية واللي تزيد من اناقة الرجل. شفنا كامل انواع انتاع الكوستيم اللي يقدر الرجل انه يعتمد عليهم ويتألق بهم. لالا نسمة هي الأخرى كانت حاضرة بكوليكسيون تقليدية رائعة واللي تمثل ألبسة تقليدية جزائرية أحسن تمثيل. ملكة جمال العرب 2018 بالجزائر رانيا بن عيشوش كانت حاضرة ايضا. رانيا بن عيشوش تقدري تقولي لنا واش رايك في ليفينمون تاع اليوم؟ Just top, franchement j'ai adoré l'événement. جمع بين plusieurs stylismes, plusieurs wilayas, c'est une bonne idée. نشكر الناس اللي قايمة على هاد الحفل هذا، الناس اللي ضيفتني. تقدري تقولي لنا سر الإطلالة تاعك تاع اليوم منين؟ شكون ستيليست اللي يقدر يلبسك اليوم؟ سر الإطلالة ما عندها حتى سر، انا نشوفها سامبل كلاس شوية مي با ترو. لبست لا روب من عند هاجرز كوليكسيون بيان سور، لي دارت سا كوليكسيون اليوم في الحفل جوستومون، لي نقولها ميرسي على هاد الإطلالة. لا غاند الويست كانت حاضرة ايضا في لا كوليكسيون تاعها التقليدية. تميزت بكل أنواع الألبسة التقليدية العاصمية الوهرانية وحتى التلمسانية وغيرها، وين مست كل الولايات تقريبا. فنانين بزاف كانوا حاضرين لي انتم تحبوهم وطاقم برنامج سوفاشن كالعادة كان حاضر وجاب لكم تصريحاتهم. فريدة رقيبة تقدري تقولي لنا واش هو الدور تاعك اليوم واش راح ديري اليوم في هذا ليفينمون؟ اولا مرحبا بكم عندنا في وهران، تشرفنا بكم. حاجه ثانيه انا هنا راني جيت باش نشارك كامل اللي راهم موجودين بهذا العرض، يعني عرض الازياء اللي غادي يكون لمسه، وكذلك حضوري يعني ما يكفيش اني بس نشاهد ولكن غادي نغني فيه، نشارك هاد لاجوا مع الناس اللي راهم هنايا. ليفينمون كانت بيان، رانا نشوفوا بزاف لي ستيل، رانا نشوف بزاف المواهب الجزائريه اللي قاعده ديفيلي اليوم، وان شاء الله ماشي الاخر. منى الحدلي واش رايك في ليفينمون تاع اليوم واش شفناك طلعتي غنيتي سيغ سان؟ وي ايفينمون كان هايل ناجح، وتشرفت اني نكون حاضره فيه ونغني فيه ونطلع في كل مسرح تاعو. وبلا ما نساو حابين نعرفوا اذا كانت عندهم اعمال جديده لنقدروا نسمعوها قريبا.
تقدري تقولي لنا خبر حصري صغير هكايا؟ اسكو عندك اعمال جديده ولا غنيه ولا كليب جديده كتحضري فيه؟ شوف دائما نقول لهم ما نوعدش، ولكن ان شاء الله كاينين اعمال مقادمه ان شاء الله. حاجه اللي غادي تكون قريبا سينجل واحد اخر جديد ان شاء الله. مع دي جي توجو هادي ما على بالناش، خلوها بعدا تشوفوا اللي جاي ان شاء الله يكون احلى ويكون اجمل ان شاء الله. نتمنوا له هذا الشيء، واكيد راح يكون فيه كليب، وراني في التحضيرات ان شاء الله. رانا نوجدوا في الالبوم ان شاء الله الاول اللي راح يكون هذا العام، وان شاء الله اللي جاي واعر كما كنا نقول ان شاء الله. هذاك صحه، ميرسي بو. ميرسي بوكو. ليغو بلونش كانوا حاضرين ايضا في اللوحه الاخيره من محلات لا غوب دو مافي، وكانوا دي غوب فيهم لمسه عصريه وجديده مميزه. وهذه اللمة جمعتنا كامل، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي نقعدوا توجور هكذا ونبروفيتيو من لي زوكازيون هادو، باسكو هادو هما اللي يلمونا كامل كشعب. شكرا لكم كقناة باش تواجدوا توجور معنا هنايا وتغطيوا التغطية الإعلامية. ليفينمون اليوم فات بيان، لمسة اورغانيزي بار محمد الياس تنامي اموا شو فيير دو لوي لي لا اورغانيزي كيما هكا بليزيور دي في دمون دي تو فرانشمون سي ان بليزير. وبعد هذه التغطية الحصرية لحقنا لنهاية هذا العدد من برنامج سوفاشن. الموعد الأسبوع المقبل مع العديد من المواضيع اللي تخصكم وتخص كل الموضة والجمال. كونوا في الموعد. مشاهدينا الكرام، بعد ما درنا لكم التغطية على هذا ليفينمون اللي نتوما شفتوا كاع الكواليس وليفينمون واش كان فيه وشفتوا ما من الفنانين اللي حبيتوهم، انا ما بقى لي نقول لكم غير بقاو على خير الى اعداد مقبله ان شاء الله. سلام.